السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم طلاب الصف الثامن؟ الحصة السابقة انتهينا من أنواع الخبر وحلينا تدريب واحد. اليوم إن شاء الله راح نستكمل حل التدريبات. افتح لي الكتاب صفحة 14، خلينا نقرأ التدريب الثاني. عين الخبر فيما يأتي مبينا الصورة التي جاء عليها. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بنلاحظ أنه الاسم لفظ الجلالة الله بدأت في الآية الكريمة، إذن هو المبتدأ مرفوع ترفع الضمة. خبرنا عن الله لفظ الجلالة بأنه ولي، إذن ولي هي الخبر، والصورة اللي جاء عليها اسم ظاهر مفرد، يعني لم يأتي بجملة ولا بشبه إيش جملة. طيب في كمان عندنا خبر موجود، خلينا نشوف. الذين، أنا راح أعين المبتدأ عشان أعرف عين الخبر. الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. الآن الذين، إحنا أخذنا من صور، أخذنا يا تامر من صور المبتدأ إنه ممكن يجي اسم موصول، صح؟ واللي بعديه صلة موصول لا محل لها من الإعراب. إذا كفروا صلة الموصول. الذين اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ. اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ. طيب خلينا نكمل ونشوف. شو خبرنا عن الذين كفروا؟ أولياؤهم الطاغوت. خبرنا عنهم بجملة اسمية اللي هي إيش؟ أولياؤهم الطاغوت. خبرنا عن الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. إذن أولياء راح تكون مبتدأ ثاني، ثاني، وهاي مبتدأ أول لأنه خبرنا عن المبتدأ كمان بجملة اسمية، والجملة الاسمية راح تتكون عندي مبتدأ زائد إيش؟ خبر. بنلاحظ أنه في ضمير رابط عائد على المبتدأ الأول اللي هو هم. إذن الصورة في رابط اللي هو هم أولياؤهم الطاغوت. الطاغوت هي خبر للمبتدأ أنو؟ المبتدأ الثاني مرفوع عند رفع الضمة. إذن الصورة اللي جاء عليها الخبر جملة اسمية. الخبر الصورة اللي جاء عليها جملة اسمية. أولئك أصحابه، أخذنا أنه أولئك كمان الصور اللي بيجي عليها المبتدأ اسم إشارة مبني في محل رفع إيش؟ مبتدأ. أصحابه هي الخبر، أصحابه خبر، والصورة اللي جاء عليها اسم ظاهر مفرد، اسم ظاهر مفرد. هم فيها خالدون، كمان هم أخذنا من صور المبتدأ اللي ممكن يجي ضمير منفصل، صح؟ إذن هو هم هي ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. هم خالدون فيها، أصلها هم خالدون فيها، إذن خالدون هي الخبر، الصورة اللي جاء عليها الخبر اسم ظاهر مفرد، مع أنه جمع مذكر سالم، بس إحنا حكينا أنه المفرد نقصد فيه أنه ليس جملة ولا بشبه إيش؟ ولا بشبه جملة. ماشي لهون يا ثامن؟ طيب. الطب مهنة إنسانية. الطب مهنة إنسانية. أول إشي المبتدأ الطب اسم بدأت فيه الجملة، خبرنا عن الطب بأنه مهنة، طبعا إنسانية نعت. إذا مهنة خبر مرفوع عن طرف تنوين الضم، والصورة اللي جاء عليها اسم ظاهر مفرد. احترام الرأي الآخر دليل رقي فكري. احترامه مبتدأ مرفوع عن طرف الضمة. احترام الرأي الآخر، شو خبرنا عن احترام الرأي الآخر؟ بأنه دليله، هاي دليله هي الخبر، خبر مرفوع عن طرفه الضم الظاهر على آخره، والصورة اللي جاء عليها الخبر اسم ظاهر مفرد. الفنان يصور واقع المجتمع بلوحات إبداعية. الفنان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. شو خبرنا عن الفنان؟ بأنه يصور واقع المجتمع. خبرنا عن الفنان بأنه يصور واقع المجتمع. إذن بما أنه بدأ بفعل، إذن الخبر هون جاء عندي جملة إيش؟ جملة فعلية. خبر الصورة اللي جاء عليها جملة إيش؟ جملة فعلية.
ويصور فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وواقع مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. خمسة، الصدق يألفه الكريم. عندنا الصدق مبتدأ مرفوع، اسم بدأت فيه الجملة، إذن هو مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة. شو خبرنا عن الصدق؟ بأنه يألفه الكريم. خبرنا عن الصدق بأنه مين بيألفه؟ يألفه الكريم. الآن لا تخربط لي يا تامر، مش تشوف في عندي هون هاء رابط تحكي جملة اسمية؟ لا، في هون عندي فعل، الهاء اتصلت مع الفعل يألفه، في عندنا فعل مضارع. إذن بما أنه في عندنا فعل مضارع، إذن الخبر جاء جملة إيش؟ جملة فعلية. الخبر هنا جاء إيش؟ جملة فعلية. ورح نعرف كالتالي، يألفوا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. حكينا لكل هاء مع الفعل دائما تكون في محل نصب مفعول به مقدم. إذن هاي عندي فعل وفاعل ومفعول به، الهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم، والكريم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، صارت عندي جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل ومفعول به، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ اللي هو إيش؟ الصدق، واحتوت على رابط عائد على إيش؟ على المبتدأ. ماشي تامن؟ طيب، الأردن تاريخه عريق ويبعث على الفخر والاعتزاز. طبعا الأردن اسم مرفوع بدأت فيه الجملة، هو مبتدأ مرفوع عن طرف الضمة. شو خبرنا عن الأردن؟ بأنه تاريخه عريق. طبعا تاريخه اسم، إذا الصورة اللي جاء عليها الخبر جملة اسمية. بنلاحظ أنه احتوى تاريخه اللي هي المبتدأ الثاني، احتوى على رابط عائد على مين؟ على المبتدأ الأول اللي هو الضمير الهاء. الآن رح نعرف كالتالي، الأردن مبتدأ أول مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهر على آخره، خبرنا عنه بجملة اسمية تاريخه عريق، رح معناته رح نعتبر تاريخه مبتدأ ثاني مرفوع علامة رفعه الضمة، الهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، وعريق خبر للمبتدأ الثاني مرفوع علامة رفعه الضمة، الجملة الاسمية خبر للمبتدأ إيش؟ الأول. والجملة الاسمية خبر للمبتدأ الأول. الظلم مرتعه وخيم. الظلم اسم مرفوع بدأت فيه الجملة، إذن هو مبتدأ مرفوع عن طرف الضمة. خبرنا عن الظلم بأنه مرتعه وخيم بجملة اسمية. كيف عرفنا أنها جملة اسمية؟ لأنه مرتعه اسم، جملة اسمية، إذا الخبر هون جاء جملة اسمية. مرتعه بنلاحظ انه احتوى على ضمير رابط الهاء عائد على المبتدا الاول اللي هو ايش؟ الظلم. اذا الظلم مبتدا اول مرفوع عن رفع الضمه، مرتعه مبتدا ثاني مرفوع عن رفع الضمه الظاهر على اخره، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه، ووخيم خبر المبتدا الثاني مرفوع عن رفع تنوين الضم، والجمله الاسميه في محل رفع خبر المبتدا الاول. ثمانية، ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا. ولي وطن، أصلها وطن لي، وطن مبتدأ نكرة وهو مؤخر، مبتدأ مؤخر لأنه جاء نكرة، إذا لي هي شبه الجملة اللي هي خبر مقدم، شبه الجملة خبر مقدم، ونحكي تقدم الخبر على المبتدأ لأنه جاء شبه جملة، والمبتدأ جاء نكرة لأنه منون بتنوين نكرة، عشان هيك وطن المبتدأ مؤخر مرفوع عن طرف تنوين الضم. لي، طب ليش لي شبه جملة يا تامن؟ اللام حرف جر، الياء ضمير، ما بحكي اسم مجرور لأنه ضمير، بحكي ياء المتكلم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، في محل جر عفوا، في محل جر بحرف الجر. ولي اللام حرف جر زائد ياء المتكلم، إذا في عندي حرف جر زائد ياء متكلم. الآن بما إنه اللام حرف جر شبه الجملة مكونة من جار ومجرور، الآن أنا لما يكون عندي حرف جر متصل مع اسم بعرف اللي بعديه اسم مجرور، بس هون بيختلف، هون ضمير متصل، راح أحكي اللام حرف جر
ياء المتكلم ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر، ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر. هون صارت شبه جملة جار ومجرور، خبر مقدم تقدم على المبتدأ لأنه جاء إيش؟ نكرة. العلم في الصغر كالنقش في الحجر. خبرنا عن العلم في الصغر بأنه كالنقش في الحجر. إذن وين الخبر هون؟ العلم في الصغر كالنقش في الحجر. طبعا الكاف احنا بنعرف انها حرف تشبيه بس بيجي بمعنى حرف الجر، والنقشي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. اذا هون الخبر جاء على صورة ايش؟ شبه جملة. الخبر جاء على صورة شبه جملة. فوق مؤسساتنا علم خفاق، اصلها علم خفاق فوق مؤسساتنا. بما اني شفت فوق ظرف مكان منصوب عن قصب الفتحة، مؤسساتي بعد الظرف دائما شو بعربه؟ مضاف إليه، مجرور وعلامة جر الكسرة. معناته في هون عندي شبه جملة شو؟ جار مجرورة ظرفية، ظرفية. إذا بما إنه في عندي شبه جملة، إذا هاي خبر مقدم لأنه المبتدأ مستحيل يجي شبه جملة. طب وين المبتدأ؟ المبتدأ هو علم، مبتدأ مؤخر مرفوع مترفع تنوين الضم. ليش تقدم الخبر على المبتدأ؟ لأن الخبر جاء شبه جملة ظرفية والمبتدأ جاء نكرة. شو يعني نكرة؟ يعني عليه تنوين. في الاتحاد قوة، نفس الشيء في الاتحاد على طول، ما أنا شفت حرف جر، في حرف جر الاتحاد اسم مجرور على مجره الكسرة. إذا هون عندنا شبه جملة جار ومجرور، راح تكون إيش؟ خبر مقدم. شبه جملة جار ومجرور راح تكون خبر مقدم، وقوة هي المبتدأ المؤخر مرفوع علامة رفعه تنوين الضم. تقدم الخبر على المبتدأ لأنه جاء شبه جملة جار ومجرور والمبتدأ جاء إيش؟ نكرة. تدريب 3، استخرج ركني الجملة الاسمية فيما يأتي مبينا الصورة التي جاء عليها كل منهما. راح نستخرج المبتدأ والخبر من بين الصورة. ألف 1، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. طبعا كل مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره وهو مضاف، ومعروف مضاف إليه لأنه الاسم اللي بعد كل دائما بنعرفه إيش؟ مضاف إليه. إذن كل مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف، ومعروف مضاف إليه مجرور وعلامة جره تنوين كسر. كل معروف شو؟ صدقة. خبرنا عن كل معروف أنه إيه؟ صدقة. إذن صدقة هي خبر مرفوع علامة رفعه تنوين الضم، الصورة اللي جاء عليها اسم إيش؟ ظاهر مفرد، وكل جاء اسم إيش كمان؟ ظاهر. اثنين، الموظفات مخلصات في أدائهن. الموظفات مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، طبعا هو جمع أن السالم، والصورة اللي جاء عليها اسم إيش؟ اسم ظاهر. خبرنا عن الموظفات بأنهم مخلصات في أدائهن. مخلصات خبر مرفوع علامة رفعه تنوين الضم، الصورة اللي جاء عليها اسم ظاهر. بحكي مفرد، أنا قصدت مفرد إنه ليس جملة ولا بشبه جملة وهو جمع مؤنث سالم. ثلاثة، لاعبو الفريق الوطني ماهرون. الآن المبتدأ هو لاعبو، مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، حذفت النون للإضافة، حذفت النون للإضافة. الصورة اللي جاء عليها اسم ظاهر. لاعبو الفريق الوطني شو خبرنا عنهم؟ بأنهم إيش؟ ماهرون. ماهرون خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، والصورة اللي جاء عليها اسم ظاهر مفرد. قصدنا بمفرد بأنه ليس جملة ولا بشبه جملة،
جمع مذكر سالم. الوالدان حريصان على تنشئة أبنائهما على الخلق النبيل. الوالدان مبتدأ مرفوع علامة رفع الألف لأنه مثنى، الصورة اللي جاء عليها اسم ظاهر، حريصان أيضا خبر مرفوع علامة رفع الألف لأنه مثنى، والصورة اللي جاء عليها إيش؟ اسم ظاهر وبين قوسين مفرد. وفي النفس حاجات وفيك فطانة، سكوتي بيان عندها وخطاب. وفي النفس حاجات على طول شبه جملة في البداية في حرف جر، النفس اسم مجرور وعلامة جر الكسرة، إذا هون عندي شبه جملة جار ومجرور، إذا هاي خبر مقدم والصورة اللي جاء عليها شبه جملة. طب وين المبتدأ المؤخر اللي هو حاجات؟ مبتدأ مؤخر جاء نكرة مرفوع عند رفع تنوين الضم. شو الصورة اللي جاء عليها اسم ظاهر؟ أنا من مياهك قطرة فاضت جداول من سنا. المبتدأ أنا، ذاكرين يا تامل أخذنا من صور المبتدأ أنه ممكن يجي ضمير منفصل صح؟ إذن ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، إذن الصورة اللي جاء عليها المبتدأ ضمير منفصل. طب وين الخبر؟ قطرة خبر مرفوع رفع تنوين الضم، الصورة اللي جاء عليها الخبر اسم ظاهر مفرد. بين الجوانح شوق دائم إلى المجد والعلياء. على طول شفت بين ظرف مكان منصوب على نصب الفتحة وهو مضاف، والجوانح مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. إذن هون شو عندي يا تامن؟ هون في عندي شبه جملة ظرفية، معناته على طول راح تكون هي الخبر مقدم، لأنه مستحيل يجي المبتدأ شبه جملة، لا جار ومجرور ولا ظرفية، بمجرد ما شفت شبه جملة على طول خبر مقدم. طب وين المبتدأ؟ شوق مبتدأ مؤخر جاء نكرة، والصورة اللي جاء عليها اسم إيش؟ ظاهر وبين قوسين مفرد. ثمانية، عدد الإعجابات التي نالتها تغريدتي كبير. وين المبتدأ وين الخبر؟ الآن عدد اسم بدأت فيه الجملة، إذن هو مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وين الخبر؟ عدد الإعجابات بعد ما خبرنا التي نالتها تغريدتي مالها؟ كبير، إذن كبير هي الخبر، خبر مرفوع علامة رفعه تنوين الضم، والصورة اللي جاء عليها اسم ظاهر وبين قوسين مفرد. تسعة، العفو عند المقدرة. العفو هو مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، الخبر جاء شبه جملة ظرفية اللي هو إيش؟ عند المقدرة، مكونة من الظرف، طبعا بعد الظرف دائما شو بعربه؟ مضاف إليه، المقدرة مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة. إذا الصورة اللي جاء عليها الخبر شبه جملة ظرفية. تدريب أربعة، اجعل الكلمات الآتية مبتدأات في جمل مفيدة من إنشائك مع الضبط. رح أجعل هاي الكلمات مبتدأ في جملة مفيدة، هذا طبعا رح يكون إلك واجب تحلو تمثليها تعمل ماشي. العدل، القراءة، الوطن، الحرية. تدريب خمسة، اضبط ما تحته خط فيما يأتي. طبعا الضبط لازم أعرف موقع الكلمة في الجملة عشان أعرف أحط الحركة. واحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم ق
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الخط تحت مثل. الآن عشان أضبط كلمة مثل راح أشوف موقعها من الإعراب. شو موقعها يا تامن؟ اسم بدأت فيه الجملة، إذن هو مبتدأ مرفوع. طبعا ما انه مبتدا شو راح اضبط الحرف الاخير؟ راح احط على طول ضمه، معروف مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. مثل المؤمنين في توادهم اذا اشتكى منه عضو. طبعا اشتكى فعل، مين الفاعل؟ العضو قام بالشكوى، صح؟ اذا هو الفاعل. اذا اشتكى عضو هي ايش؟ هي فاعل. الفاعل دائما شو بكون عليه؟ ضمه ولا فتحه ولا شو؟ اكيد ضم. هون راح تكون تنوين ضم. اذا اشتكى منه عضو فاعل مرفوع علامه رفعه تنوين الضم. تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. 2 الاردن يحظى بالاحترام والتقدير عربيا وعالميا. اسم بدات فيه الجمله، اذا هو مبتدا. طبعا مبتدا مرفوع راح تكون شو علامه رفعه؟ الضمه. إذا راح تصير الأردن مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. 3 قال محمد مهدي الجواهري واصفا مدن فلسطين: فلسطين ونعم الأم هذه بناتك كلها خود كعاب. فلسطين اسم بدأت في الجملة، إذن هو مبتدأ. طبعا مبتدأ راح يكون مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فلسطين مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. تدريب 6 هاتي مثالا لكل مما يأتي. طبعا راح يكون واجب لك. جملة اسمية خبرها مفرد. جملة اسمية خبرها جملة فعلية، زي الأمثلة اللي أخذناها إحنا. جملة اسمية خبرها جملة اسمية. جملة اسمية خبرها شبه جملة ظرفية. جملة اسمية خبرها شبه جملة جار ومجرور. جملة اسمية تقدم خبرها على المبتدأ، يعني راح تحط الأول شبه جملة إما ظرفية أو جار ومجرور. راح ترجع للأمثلة وتطبق عليها، ماشي؟ تدريب 7 حول الخبر المفرد إلى جملة فعلية مرة واسمية مرة أخرى كما في النموذج الآتي. معطينا مثال: الحقل مثمر الأشجار. الحقل أثمرت أشجاره. الحقل أشجاره مثمرة. إذن هون الحقل مبتدأ، خبرنا عن الحقل بأنه مثمر. طبعا هون الخبر جاء إيش؟ مفرد. مفرد يعني ليس جملة ولا بشبه جملة. الآن أنا شو بدي أعمل؟ بدي أحول هذا الخبر المفرد مرة إلى جملة فعلية ومرة إلى جملة اسمية. طبعا راح يكون في رابط، خليك معاي شوف كيف راح نعمل. التطور متسارع الخطى. التطور مبتدأ مرفوع ترفع الضمة، متسارع خبر ونوعه مفرد. الآن راح أحول هذا الخبر المفرد إلى جملة فعلية. شو راح أعمل؟ راح أحول متسارع إلى فعل. التطور يتسارع خطاه. راح أحوله إلى فعل. إذا بدي أصير فعلية زي مثمر أثمرت. التطور لأن جملة فعلية رح نحكي التطور، إما بحكي تسارعت خطاه أو يتسارع خطاه. هاي بالنسبة للجملة الفعلية. طيب للجملة الاسمية رح يكون في رابط. التطور متسارع الخطى، رح نحكي التطور خطاه متسارعة.
التطور خطاه متسارعة. نلاحظ أنه في ضمير عائد على المبتدأ إيش؟ المبتدأ الأول. المطالعة عظيمة الفوائد، الخبر عظيمة مفرد. الآن أنا راح أحول هذا الخبر المفرد إلى جملة فعلية، راح يصير فعل. عظيمة راح أحولها إلى فعل. المطالعة تعظم فوائدها. المطالعة تعظم، شفت كيف حولناها لفعل؟ تعظم فوائده. الآن راح أحول الخبر المفرد إلى جملة اسمية، راح نيجي نحط رابط. المطالعة فوائدها عظيمة. المطالعة فوائدها عظيمة. البلبل حسن الصوت، الخبر حسن وهو مفرد ليس بجملة ولا بشبه جملة. الآن بدي أحول هذا الخبر المفرد إلى جملة فعلية. البلبل يحسن صوته. البلبل يحسن صوته. طب جملة اسمية، البلبل صوته حسن. البلبل صوته حسن. خلينا نجرب نعرف. البلبل مبتدأ أول مرفوع عم ترفع الضمة، خبرنا عن البلبل بالجملة الإسمية صوته حسن، وملاحظ أنه في ضمير رابط عائد على المبتدأ الأول، صوت مين؟ البلبل. صوته مبتدأ ثاني مرفوع عم ترفع الضمة، الهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، وحسن خبر المبتدأ الثاني مرفوع عم ترفع تنوين الضم، والجملة الإسمية في محل رفع خبر مين؟ المبتدأ الأول. المسرح كثير الرواد، بنلاحظ أنه الخبر كثير مفرد، الآن راح أحوله إلى جملة فعلية. المفرد راح أحوله إلى جملة فعلية، راح يصير فعل. المسرح يكثر رواده. المسرح يكثر رواده. طب جملة اسمية، المسرح رواده كثيرون. المسرح رواده كثيرون. الرواية متعددة الشخصيات، خبرنا عن الرواية بأنها متعددة الشخصيات. متعددة هي الخبر المفرد، الآن راح أحوله إلى جملة فعلية. الرواية تتعدد شخصياتها. الرواية تتعدد شخصياتها. بالنسبة للجملة الإسمية، الرواية شخصياتها متعددة. إذا جملة فعلية بحول المفرد إلى فعل، جملة اسمية بجيب ضمير رابط عائد على إيش؟ المبتدأ الأول. تدريب 8، عين الخبر الذي تقدم على المبتدأ فيما يأتي.
وين الخبر تقدم على المبتدأ؟ رح نبحث على شبه جملة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. طيب، من الناس عندنا حرف جر، من حرف جر، والناس اسم مجرور وعلامة جر الكسرة. إذا هون شبه جملة، بما أنه شبه جملة على طول خبر مقدم، على طول رح كانه خبر إيش؟ مقدم. اثنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي لا يسأل الله خيرا إلا أعطاه. في يوم، في حرف جر، يوم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف، والجمعة مضاف إليه، وساعة هي إيش؟ هي المبتدأ المؤخر. إذن شبه جملة، جار ومجرور، إذن هو إيش؟ خبر مقدم تقدم على المبتدأ، لأن المبتدأ جاء إيش؟ نكرة. بين الأصدقاء مودة، على طول بين ظرف مكان منصوب على قصبه الفتحة وهو مضاف، والأصدقاء مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. إذن شبه جملة ظرفية. ليش ظرفية؟ لأنه في هون عندي إيش؟ ظرف. إذن خبر مقدم. مودة هي المبتدأ المؤخر، تقدم الخبر لأنه إيش؟ جاء نكرة. خلف المدرسة ملعب كبير، خلف المدرسة، خلف ظرف مكان منصوب على قصب الفتحة وهو مضاف، والمدرسة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. إذن في هون عندي يتام شبه جملة ظرفية، في محل رفع خبر إيش؟ خبر مقدم. وملعب هي المبتدأ المؤخر وهو نكرة، لهذا تقدم الخبر لأنه جاء شبه جملة ظرفية وجاء المبتدأ نكرة. في الجامعة ندوة علمية، في حرف جر، الجامعة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. إذا أمامي شبه جملة جار ومجرور، في محل رفع خبر إيش؟ خبر مقدم. وندوة هي المبتدأ المؤخر نكرة. أيها الوطن الغالي لك حنين لا ينقطع، في عنا لك مكونة من لام حرف جر زائد كاف المخاطب اللي هي الضمير. اللام حرف جر وكاف المخاطب ضمير متصل مبني، في محل جر بحرف الجر. إذا أمامي شبه جملة جر ومجرور، اللي هي راح تكون إيش؟ خبر مقدم. وحنين هي المبتدأ المؤخر، مرفوع رفع تنوين الضم وجاء نكرة. بعد الضيق فرج، بعد الضيق شبه جملة ظرفية، راح تكون هي خبر مقدم، وفرج مبتدأ مؤخر نكرة مرفوع مترفعه تنوين إيش؟ تنوين الضم. في الأردن آثار عريقة وطبيعة خلابة تشجع على السياحة. في الأردن شبه جملة جار ومجرور، جار ومجرور، في محل رفع خبر مقدم. آثار هي مبتدأ مؤخر نكرة مرفوع مترفع تنوين إيش؟ الضم. في الغاب سحر رائع متجدد باق على الأيام والأعوام. في الغاب، في حرف جر، والغاب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. إذن في هون عندنا موجود شبه جملة جار ومجرور، راح تكون في محل رفع إيش؟ خبر مقدم. وسحر
مبتدا مؤخر مرفوع مرفوع تنوين الضم، تقدم الخبر لانه جاء شبه جمله جار مجرور، والمبتدا تاخر لانه جاء ايش نكره. ماشي تمام. تدريب 9، اقرا النص الاتي ثم اجب عما يليه. العيش المشترك مطلب ينشده الجميع أفرادا وجماعات، فهو يشيع المحبة والتسامح بين الناس، والأردن في مقدمة الدول التي ينعم فيها المواطنون والمقيمون بالعيش المشترك بصرف النظر عن الجنس أو الدين أو اللغة، حتى غدا أنموذجا يحتذى في ترسيخ هذا المبدأ. بعد قراءة النص، واحد، ما أثر العيش المشترك في المجتمع؟ شو أثر العيش المشترك في المجتمع؟ يشيع المحبة والتسامح بين الناس. هذا جواب السؤال الأول. استخرج من النص السابق ما يأتي. ألف، خبر جاء على صورة جملة فعلية. وين في خبر جاء على صورة جملة فعلية؟ الآن هو ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، صح؟ هو إيش ماله؟ يشيع المحبة. خبرنا عنه بأنه إيش؟ يشيع المحبة. يشيع المحبة خبر شبه جملة من الجار والمجرور. الأردن هي المبتدأ، خبرنا عنها بأنها في مقدمة، إذن في مقدمة شبه جملة جار ومجرور. خبر مفرد يعني ما جاء جملة ولا شبه جملة. الآن العيش مبتدأ مرفوع عم ترفع الضمة، المشترك نعدله. شو خبرنا عن العيش المشترك؟ بأنه مطلب، مطلب خبر مرفوع علامة رفعه تنوين إيش؟ تنوين الضم. الآن موجود أمامي نموذج في الإعراب، طبعا راح تقرأه تامن محلول. يعني عندنا آخر شيء أعرف ما تحته خط. ألف، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. أول شيء مطلوب مني أعرف الرحمن، الرحمن مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. شو خبرنا عن الرحمن؟ بأنه علم القرآن، علم وانتهى، فعل ماضي مبني على الفتح، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، القرآن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ، والجملة الفعلية في محل رفع إيش؟ خبر المبتدأ. العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والكرم. الآن العلم اسم بدأت فيه الجملة، راح يكون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. شو خبرنا عن العلم؟ بأنه يبني بيوتا. إذا الخبر جاء صورة جملة فعلية، يبني فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وبيوتا مفعول به منصوب
وعلامة نصبه تنوين الفتح. الآن الجملة الفعلية من يبني بيوتا في محل رفع خبر من المبتدأ، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الفعلية في محل رفع إيش؟ خبر المبتدأ. للطريق آداب لا بد من مراعاتها. راح نحل جيم هون. للطريق الآن يا تامر، بما إنه في هون عندي شبه جملة، إذن هي راح تكون الخبر المقدم. الآن اللام حرف جر، الطريق اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم. أصلها آداب للطريق وآداب مبتدأ مؤخر، مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. طبعا تقدم الخبر عن المبتدأ، الخبر جاء شبه جملة جار ومجرور، والمبتدأ جاء نكرة، عشان هيك تقدم عليه. المكتبة مراجعها مفيدة، طبعا خبرنا عن المكتبة بجملة اسمية اللي هي مراجعها ايش؟ مفيدة. احتوت على ضمير رابط عائد على مين؟ على المبتدأ الأول. إذن المكتبة مبتدأ أول مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، مراجعها. الآن مراجع مبتدأ ثاني مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. هذا الرابط العائد على المبتدأ الأول طبعا بما أنه اتصل مع الاسم راح يكون في محل جر إيش؟ مضاف إليه. طيب مفيدة، خبر لأنه مبتدأ خبر المبتدأ الثاني مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. الآن الجملة الاسمية من مراجعها مفيدة في محل رفع خبر المبتدأ الأول. الجملة الاسمية من مراجعها مفيدة في محل رفع خبر أنو مبتدأ؟ المبتدأ الأول اللي هو إيش؟ المكتبة. ماشي تامن، وهيك بنكون أنهينا حل التدريبات. وحلي لي الواجب وبعثني على الخاص. طبعا راح يكون معكم في الامتحان بالنسبة للقواعد داخل معكم النوع الصور المبتدأ والخبر. لهون راح نوقف الامتحان. ماشي، يعطيكم العافية.